الحالة هذه يا ربي، وينكم يا علي؟ وينكم يا حيان؟ من يعلمني عن أبوي ويدلني عليه؟ اللي يدلني على أبوي ينطيه نص عمره. من يجاوبني؟ من يدلني عليهم؟ من؟ يا ونتي ونيتها والفكر مشغول، والعين كل الليالي دايم سهرها. يا من يعلمني كم غيبتي طول، كم نوبة عاديرتي يطلع قمرها. يا من يعلم الشيخ ويصدق القول، كم ديرة وعربان ضافي عبر. الين لو يصير كل اللي بخاطري ما يكون لي مثيل بالعرب، ألاقي أبوي وتجوز بشاير ويهدى بالي، حينها عيش تقول بجنة الرحمن. أخ لو القبول وينهج معي ومع جدي مطلب ينديرت الشيخ رجوان يطلبوا لي بشاير، كان فرحتي ما عقبها فرحة. ما يرعد وين القبول؟ وين؟
يلا حيا الضيف. حيا وتدوم يا الهلغانمة. يا هلا والله. مرحب الله. هذا الشعر المبارك اللي جبناك فيه. الله يبارك بعمرك يطول العمر. كرمت. نمت ودامت. صحة وعافية. حياك الله يا مرحبا. حيا وتبقى. الشعر المبارك. حيا وتبقى والله. رويح. يا هلا البي. عندك يا طويل العمر. انت ولمت الزاد. ايه الخير بوجهك ووجهه. عجلوا عجلوا عليه. حياك الله ساعة المباركة. تفضل وسم بالرحمن. حيا وتبقى يا طويل العمر. اعذرني يا معز بالرحمن. أنا ماكل من زاد انطبخ لغيري. وش ذا الهرجة وجه الخير؟ الطعام ذا من مالي وحلالي وأنا معجبك. تفضل وسم بالرحمن. اللي أقصده وجه الخير أني نفيت عليكم الحين. وما مداكم تطبخوا وتنفخوا ولي. وهذا الزاد انطبخ لغيري ولزوم ياكو هل انطبخ له. أنت يا لجودي ترى أنا مثلك. أنا ما لفيت البيت إلا قبلك بشوي. ولا أدري هالزاد من هوله. لكن تفضل ذنب الرحمن وكل ياخذ نصيبه. لا بالله يا اللحية الغانمة اني ما اكل من زادك غير لما اعرف لمن انطبخ هذا الزاد. لا عاد ارخص لي اقوم اسال المعزبة. يا اهل البيت انت يا المعزبة. يا خير. ضيفنا عي ياكل الطعام ويقول ما أكل من زاد مطبوخ لغيري. الطعام هذا أنت طبختيه لمن؟ أسأل ضيفك بالأول. إن كان هو اللي حين الغروب كان يم التلة الغربية ترى الزاد زاده ياكل بالهنا والعافية. وإن ما كان هو ترى نولم له زاد غيره من حقه ما ياكل من الزاد اللي قدامه. ها يا ضيف الرحمن أنت سمعت الكلام. الصحيح يا أخو أني كنت بذيك الساعة بالمكان اللي ذكرته المعزبة. لا عاد بالهنا والعافية. الزاد مطبوخ لك والطعام طعامك. تفضل تعش والله يحييك. تحيا وتبقى يا اللحية الغانمة. عز الله هنا المعزبة صدقت بكل الكلام اللي ذكرته. لكن اللي ودي أعرفه شلون عرفت إني جاي يمكم ضيف. أنت وش قلت المعزبة؟ هذه هينة. الضيف حين شاف المراح توكد إنه مقبل عمي عزيب. قام وفضها المية من القربة. وبالصدفة لمحت لمعة المية مع شعاع الشمس. وحينها توكدت إنه هالليلة ضيفنا. قمت ونخيت رويح يذبح الذبيحة وأنا ولمت الزاد بساع. وليه طبختي قبل ما يصل الضيف هالشق وتوكدين أن الضيف ضيفنا؟ قلت لحالي وكاد أنا الرجل على سفر وكاد بعد إنه يشعر بالجوع والتعب. خلنا جهز له الزاد بساع. لكن يا بنت الأجواد ما كل ضيف ضيف ذبيحة. ها وش رايز المعزبة؟ الضيف ضيف الله وفرس ضيفنا دلت عليه وقلب المؤمن دليله. ها قوتي ما ظل لك حجة ويلزمك تاكل من الزاد اللي تسوي لك. الصحيح يا طول العمر ما ظل لي حجة. واللي سوته المعزبة يدل على ذكاها وكرمها وشهمتها والفرس من الفارس. والله يديمك على راسها. حياك الله يا ضيف سم بالرحمة. اي والله بسم الله الرحمن الرحيم. عمو يا عم اشرب لك قهوة. عشت ولدي عشت. تعيش هني يا طويل العمر علامك. اشوفك هان والفكر ما هو هان. خير ان شاء الله. هو عياد ما هو هان. عياد طلع بطرف الديره يدور اعشاب. عساك توجس بيه. لله كنت هاجس بضافي ولد بنتي غيبت وطالت كثير
وصارت تقلقني وتشغل أفكاري. عمو لا تواخذني، ودي أقول إن كل الحق عليك لأنك خليته يروح من دون ما تعلمه كل شيء تعرفه عن أهله. صدقت يا ولدي، مير نيتي كانت سليمة، وكان بخاطري يتعلم شلون يواجه الدنيا ويتغلب على مصاعبها وهو رافع راسه ويحس إنه صار رجل ويعتمد على نفسه بكل شيء. شلون عمه؟ أمه الله يرحمها حين كانت على فراش الموت قالت لي ولدي أمانة عندك وما يرجع لأهله غيره قرم عيال، ولن قال فعل وحين ينتخي الرجال تلوذ عن وجهه. وش جاف السالفة يا عموه؟ السالفة دورت هلو. قلت الروحي حين يدور هلو بين العربان وينشد عنهم من غير ما يسأل يتعود يتفرس بوجوه الرجال ويعرف اللي بقلوبهم من عيونهم. طال عمرك اللي صار صار، وما عليه غير حين يعود تعلمه كل اللي تعرفه. الله يعوده بالسلامة. الله يسمع منك يا عمو. عزام علامك اشوفك ما انت خواص. لله ما علامني شيء. لله ما هقيت، هذه ما هي عوايدك. وش بدي اقول لك، احيانا البني ادم يحس روحه وده تطلع وما حد يدري بيه. ربك يهونها يا رجل، ولا له نصيب ياخذه. والله اعلم وين قسمتك يا ابن مريشد. انت عن وش تسولف يا صفوق؟ السالفه ما غيرها، بنت عمتك حين قالت انك مثل اخوها مو هيك؟ سمح الهرج يا صفوق، انا بواد وهي بواد ثاني. يا اخوي الدنيا قسمه ونصيب، ويجوز مالك نصيب بيها. يجوز كل شيء يصير بهالدنيا. ما اريدك تزعل، اللقمه تكون بيدك، وحين الله ما يريد تروح لغيرك. مر توكل على الله. والنعم بالله. عافيه عليك، انا كنت رايح لبيتي، وش رايك تجي معي؟ قعدتك لحالك ما منها فوت، وتجيب لك وجع الراس. مثل ما تريد. عذراك خلان الرخاء عدها مقوم، خلان من دامت نعيمه ودامي، اليد برد دنياك عدوك معدوم، مروك ما ردوا عليك السلامي، سم جامع المال انه منهم حروم، سلط على مالها عيال الحرامي، لا تكترث يا بايت الليل مهموم، سل الفرج عندك تراب الحزامي. عمو علامك يا جسام. القاضي لفه. يا هلا يا هلا يا هلا، يسهل امورك. كيف الله يسلمك. حي الله عم القاضي. يلا حيوا. سهل امورك. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا اخوي، حياك الله. يا هلا بك، كيف حالك؟ الله يبارك بك، لا تعبت ان شاء الله. الحمد لله لا تعبت ولا ندمت. يا هلا، تفضل ارتاح. طمني عساك ما تعبت بالطريق. الحمد لله الصحه زينه والمروه زينه يا طول العمر. يستاهل الله الحمد. والحين علمني وش صار معك. تدري يا طويل العمر إن زاده بقدوره يستنظر الضيوف؟ وشلون هذه؟ حياك الله. حيا. عشت يا جسام. قهوة دائمة. صحتن وعافية. ألين الحكيم عياد صدق بشل كلمة قالها، وإن رجوان ما فيه مثله. جايز، والله يكثر الجويد وهبين الريح. تدري يا طويل العمر إن زاده يستنظر الضيوف بالقدور؟ وشلون هذه؟ حرمة رجوان الله يستر عليها ويكثر من ثالها، المحت ميت القربة عند غروب الشمس يوم اني كبيتها، وانا على مشارف بيتهم عرفت اني ضيف وجاي يمهم، حضرت الزاد ويوم اني وصلت وتريحت وقعدت، وانا الزاد يوم قدموه لي. الين هذه ما صارت.
حرمته يا طويل العمر كريمة وفهيمة ومعدلة، والفرس من الفارس. الحمد لله اللي بيض حظ عياد، الحمد لله والشكر له. طال عمرك عياد نعرفه من زمان، ما شفنا منه إلا كل خير وفايدة. هذا صحيح، ووافق عليه وابصم بالعشرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا، الحمد لله على سلامتك. حي الله بالرجل الطيب. يا هلا بعياد. شلونك؟ يا هلا بعياد. ها؟ وإيش حكم القاضي على الحكيم؟ أنت يا عياد. على هونك يا شيخ. أنا لزوم أقعد قدامك على ركبي وعقالي برقبتي واسمع حكم القاضي علي. ترجاك يا عياد. أنا المحقوق. وريدك تسامحني وتعلمني باللي تريده وتطلب مني لمنك ترضى ويطيب خاطرك. استغفر الله، أنا مسامحك مسامحك طال عمرك، لكن ويش رأي القاضي العويبد يفرض علينا اللي يفرضه؟ تفضلوا الحين ارتاحوا. يا الله. يلا حيهم. العويبد كفى ووفى، لكن أريد أسمع منك. اسمع يا راعي الجود، أنا لي عندك حقين، واحد يخصني والثاني يخص غيري، أخذهن منك وعده ما صار شيء. وش قلت؟ قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل اطلب. حق اللي يخصني وصلني حين حبيت عراسي وتعذرت مني. زين، والحق الثاني؟ حق الشيخ رجوان اللي طعنت بطيبه وشكيت بيه ولزوم أخذه اليوم قبل باكر. وش تريد حق رجوان يا الحكيم؟ فروسك المسيطة أخذها للشيخ رجوان مرضى وله وهدية ومقبل بغيرها. وش قلت؟ مبروك عليك وعليه، عليكم تستاهلوها. الله يبارك بيك ويعوض عليك خير منها إن شاء الله. عساك رضيت يا الحكيم مرتاح بالك. الحمد لله، ما بيها قعود، ودي ترخصولي أنهج يمديرة الشيخ رجوان الحين. الحين خلك الباشر يا رجل. تراها لزمت، رخصولي أخذ الفرس وامشي. جسار، جهز الفرس للحكيم وحط الذهاب عليها. يدوم عزك ومكثور الخير وبارك الله بيك. السلام عليكم. شوف الغزالة واردة بدر على المية. يقولون قناص مصيط وده يرد علمه، ولفت الغزالة تحداه وتشوف إن كان يقدر يقنصها. تدري يا بنت الحلال، العجيب بالأمر إن الغزالة قنصت القناص وهو الحين أسيرها، وأريدها تعرف إن كانت ما تعرف. صحيح يا ضافي. شلونك يا بشايل؟ خاطري بشوفتك. وانت شلونك؟ عساك طيب. الفرحة ما تسعني، مر الهواجس ما تفارق صدري يا بشاير. سلامتك يا نظر عيني. تسلمي يا الغالية. ألين هرجج تقول بلسم يداوي جروح. ضافي، علامك يا ضافي، يجعك شي بعد عيني؟ لا لا، تسلمي يا الغالية، أنا ما بي وجاع أبد. وشلون أشوف الأوجاع يا بشاير وانت قدام عيوني؟ ضافي، علامك يجعك شي وكاد إنك مريض. لا لا يا بشاير، أنا ما أنا مريض الحمد لله، انت متوهمة. علامك واقف، ليه ما تقعد؟ تفضل تريح. لا لا، ما أقدر أقعد، أنا لزوم أروح للعم رجوان، اشتقت للقعدة معه ولشرب قهوته بعد. ظنيت إنك جاي تشوفني قبل ما تشوف بيت أبوي. الصحيح إني أحب أبوك وأحب القعدة معه، لأنه هو اللي خلف يتورباش يا بشاير. أترجاك يا بشاير أعطيني شربة مي، أنا عطشان ودي أشرب. بالحال يا نظر عيني، أنت تامر،
علواه يصير الماه شهد، كان ما قصرت وخليت كل الابيار والغدران شهد مصفى لجلك يا بعد عيني. لعيوني شفت ثلاثة عمي وش صار؟ وش هالعلم يا ابوس؟ وش هالعلم؟ لا تواخذني يما، لا تواخذني، الخوف قطع قلبي. برجل غريب لفى يم البير ونمل القربة يمه وطلب مني يشرب، رميت الدلو بالبير ونشلته لجلزقي وانه طايح في الوطن. الحمد لله على السلامة يا بنيتي، حنا نحسب المجلة أكبر من سذا. ولدي يا عزام عندك يا عم، وانت رويح روحوا شوفوا الرجال اللي طايح عند البير، جيبوه يمي في البيت. ابشر يا عم، يلا يا رويح. لا اله الا الله. من؟ منو؟ ضافي. علامك يا اخوي، علامك يا رجل، هل الحين كنت زين؟ يلا يا اخوي يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا ناخذ البيت. يلا. يا الله. يرعى الجود، يرعى الجود. خير؟ علامك يا القاضي. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا طويل العمر. خير؟ علامك يا أخوي، وجهك يقول فيه شيء. ما في شيء يا أخوي، ما في شيء. قديك زعلان على فرسك المصيتة. الفرس؟ لله يا أخوي، الفرس أنا أعطيتها للحكيم عن طيب خاطر، وماني ندمان، ورجوان يستاهلها. العاد علامك، وش اللي مخبط خاطرك؟ تدري علمي برجوان أزود من 20 سنة، وما أدري وش جاب ذكره هالأيام. يا ترى وش سوت به الدنيا؟ كان لكم نصيب يا أخوي تلتقوا، وهالشي اللي يخبط خاطرك ولا يزعلك. اللي مشغل بالي يا أخوي ولد بنتي، الغيبة طالت والبال مشغول عليه. توكل على الله يا أخوي، ومن توكل على الله فهو حسبه. سلامتك سليمة بعون الله، لا تخاف، باكر تصير زين، تفداك الروح يا ابن الأجواد. هلين وجعك وجعي يا أخوي. تسلم يا أخوي عزة، حز الله من قربك يمي، نسينا الوجع وهمه من كثيرة بعد. قل أمين يا ولدي، الله يبعد عنك الهم والغم ويشافيك ويعافيك بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجل لفانا مثل الغمامة واختفى، وعود إنه مطروح ووجعان، ما ندري وين أهله وين ربعه. يا حسافة عليه وعلى شبابه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا، حياك الله يا اخوي. قوك يا طويل العمر. الله يقويك، حياك الله، تفضل. حيا ودوم. يلا حيا. ترى انا جبت عشبه وصفها لي صديق من زمان، عساها تنفع ضافي، وان ما نفعت ما تضر، ما رنقعوها وسقوه منها. بارك الله فيك، علي انك من اهل العرف والمعروف.
ولدي يرويح. نعم يا عم. تعال تعال خذ هالعشبة انقعها تعال. تامر. خذ هذا من عمك صفوق بارك الله فيه. يا طويل العمر الرجل ببيتك وبيتك بيتنا الجميع وحنا لزوم ما نقصر واللي يقدر عشا يسوي. يلا منك العفو والعافية تشفق عظافي وترد له عفيته. الله يقبل منك يا ولدي. علموني هو بغيبت عن الشق ما علمكم شيء عن هلو. الرجل كل ما يصحى يفتح عيونه وده يحكي يقوم يتوجع. يا جماعة الخير أنا رأي إن عزام ينهى جم المشاريق يجيب الحكيم عياد ويلف به. هذا هو الرأي الصحيح. عزام ضافي أنت سمعنا؟ أسمع أريد أهرج معك أريد أروح أدور الحكيم عياد وأجيبه. مشكور يا أخوي عزام ما يرد ترجاك خذ سلاحي معك يجوز يلجمك يا أخوي. زين زين أخذه بس أنت لا تتعب روحك. دعك الله لقى خير وانا ابوك ولا تكلف نفسك ولا تكلف حصانك الا شفت ما شفت ريح وامر الله من شعه. توكل على الله خاطر شعبنا وديعك الله يا ابوي. اشوف وجهك على خير يا ابو شايف. وديعك الله يا عزام. شاير بسم الله عليك شوي ليه واقفه هان؟ ما بي خلاف يمه لا تخافي مير شفت روحي ضيقانه قلت اشم شويه هوا ورعى نجوم الليل. زين يا بنيتي تعوذ من الشيطان الرجيم وفوتي نامي بفراشك نجوم الليل ما تنعدي يمه. صدقتي يا ميمتي. يلا شكرك يا رب. هذا الحكيم عياد ولا اشوف معه عزام. يلا يا ربي يلا يا ربي لا سمعنا مكروه. ها اشوف معه فرس ما عليها احد عسمه فرس عزام. الحمد لله هذه ما هي فرس عزام. الحمد لله يا ربي لك الحمد. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. الحمد لله. يا فرج الله هذا الحكيم عياد وصل للديرة. اي صحيح بس عزام ماني شايفته معه وين راح؟ ها وش قلتي؟ عزام؟ هي عزام ولد اخوت شخالة ما هو معه. حالينك صافية يا ويل حالي. يا خوف قلبي يا خالة كوي. لا تطفي هرجج. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا وغلا يا هلا ومرحبا.
يا هلا بيك. حياك الله. يلا حيه ساعة المباركة. يا هلا يا هلا. عساك بخير. الحمد لله على سلامك. الله يسلمك. يلا حيه. يلا حيه يا, حيه. يا مرحبا بيك. يلا حيه قلطنا. على حياك الله وطولت علينا الغيبة. والله ما عنكم غنى، لكن انت تعرف حالي واحوالي. يلا حيه يا مرحبا. اقول سم عسى ما شر، منو هذا اللي نايم؟ والله هذا ضيف عندنا مريض، ولهالسبب انا ارسلت وراك. ارسلت لي؟ ارسلت لي من؟ انا ما شفت احد من يمك الا عزام. هو ما جاك ولا لقاك في الطريق؟ ابد لا جاني ولا شفته بطريق. وش السالفة؟ ضيفك علامه وش بلاه؟ هذا جبناه من يم البير، لقيناه طايح بين الحياة والموت. الظهر كان طريقه يمنا، لأنه هو قد زارنا مرة قبل هالمرة. والله من الحلال ما عرفنا منه إلا أن اسمه ضافي. ضافي؟ ضافي من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو زمان له على هالحالة؟ اي بالله لمدة على هذا الحال. واش قنا نقوع وصفه لنا واحد من الجماعة، لكن ما فاده بشيء. قل لي شلون خاطره بزاد؟ ابد نفس الصعدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لفيت بوقتك يا رويح، هات لي الخرج عن ظهر الفرس. اي والله بالحال. تفضل يا الحقيقة. عشت يا ولدي. خذ العشبة هذه وحط منها وحط عليها مي ساخنة تغلي غلي بالحال. أقول يا الحكيم إلا علمني، عساك عرفت علته. أنا ساوي اللي أقدر عليه والباقي على الله، وعساه يتحسن عقب ما ياخذ الدواء. يعني يا أخوي عياد أنت ما شفت عزام في طريقك؟ أبد، أنا جايك من ديرة الشيخ مطلب وما لمحت عزام بطريقي. الله يلعن الشيطان، نسيت أقدم لك الهدية يا شيخ رجوان. هدية؟ هدية ويش؟ ومن من المن؟ لي أنا؟ إيه لك أنت. الفرس اللي شفتنا قودها تراها من حقك ومباركة عليك. هذه فرس الشيخ مطلب وهدية منه لك. على هونك يا ولدي علامك. الفرس، الفرس علامها يا عمي. ارتح ارتح يا ولدي، ارتح ارتح، بارك الله فيك. ارتح وإن شاء الله تقوم بالعافية، وابشر لك بالفرس مع فرسك الثاني. بس انت ارتح وفرسك محفوظة، تبي تركبها وتبي تخيل عليها وتبي تباها فيها. الا انت يا اخوي الحكيم، الفرس هذا اللي انت جايبها والطريق وش سالفتها؟ راعي الجود نشدني ان كان سمعت بين العربان عن واحد اكرم منه، علمته عنك. قال لي ان كان هرجك صحيح انطيك اللي تريد، وهي هاي الفرس، تفضل شوف. هذه الفرس. ما شاء الله ما شاء الله، يا ذكر الله يا ذكر الله يا ذكر الله. اللهم صل على محمد. مقبولة ومغفورة، والله يجزاك خير يكسبها هالحديث الطيبة. الله يبارك فيك يا شيخ، لأنك تستاهلها والله. الله يسلمك. إلا يا أخوي مطلب ترى أكثر من 20 سنة ما شفته. تدري ضيفك من يكون؟ ضيفي هذا المريض. إيه؟ لا والله ما أدري. هذا ضافي، ولد بنت الشيخ مطلب. ها؟ يعني هذا ولد امرأة الشيخ؟ ولد أخوي هذا؟ ولد أخوي تقول ولد بنت الشيخ مطلب؟ إيه؟ ضافي ولدي، سنينك كلها ضايع وطايح عندي ما دريت عنه. أحف عليك يا مطلب، أحف عليك يا مطلب. ولدي الحمد لله على السلامة. على هون يا ولدي.
يوم لقيت كل انك مريض على هون. هذه ولد اخوي مراش. الحمد لله على سلامك. الحمد لله على سلامك. الحمد لله على سلامتك يا ظاهر. الحمد لله على سلامتك يا ولد. على هونك على هونك يا عم. الحمد لله على سلامتك. على هونك طال عمرك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. انت فهيم وعاك يا الله ده. وايش اللي سويت يا من الحلال؟ لا تلومني، اكثر من 20 سنة وانا مرتاع عليه واتمنى شوفته وعقلها الله، وقلبي اوجعني يا يوم دريت انه بهالحال وبين يديني ما دريت الا هالحين. الحمد لله. اسف عليك يا مطلب، يا حيف عليك يا مطلب، سيف الولد يصير فيه ما صار. قويت وهلا يا منيحة. شلونك يا عمة؟ الحمد لله بخير يا بنيتي. شلون ضيفكم الحين؟ عساه بخير. الله يشفق له ويشفيه، هذا الحكيم عياد عنده. حي الله بمليحة. هو عياد ما شاف عزام بطريقه؟ سمعت يقول انه ما شافه، ويجوز كل واحد منهم مشى بطريق. يجوز، لكن ها قوتك، إن عزام يظل يدور الحكيم عياد ويتوخر بعودته على الديرة. الغايب حجته معه، الله يرده بالسلامة. الله يسمع منك. تفضل يا الحكيم. زاد فضلك يا ولدي. بسم الله المشافي المعافي. يا الله يا رب. اشرب. مشاف ان شاء الله. الله يسلمك ويطول عمرك. عشت 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 يا جسار. دائما صحة وهنا. يا عم لفان الضيف. يلا حي الضيف. عشت ابوي لقيه واربطه فرزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. يلا حيوا. يا حياك الله يا ضيف. يا هلا يا مرحبا. تفضل فوت. تفضل فوت. تفضل ارتاح. يا ستار خير خير ان شاء الله. القهوه فالها زينه بعون الله. لا تواخذوني، ما ادري وش اللي صابني. تفضل يا ضيف. راع الجود، ما هقيت انك تسولف مع جماعتك وتهملوا ضيوفك. انا طال عمرك ببيتك ودايس بساطك، مرني ما شربت قهوتك ولا كليت من زادك، وهذا يعفيك من ذنبي. ان شالك اطلابه عندي تراني ما توخر عن سدادها. لا تواخذوني يا جماعه الخير، تراني شفت حالكم تغير من يوم ما دخلت بيتكم. اقول يا رجل انت منين حياك الله؟ طال عمرك انا الحين ببيتك
ودايس بساطك، وما هقيت ان الضيف ينسى الغير عقب 3 أيام وثلث. كان عاد تحسبني من ضيف يكون هذا هرج ثاني. اشوفك ما انت قليل يا ولد، ومبين عليك فهيم. تطمن، هرجك يرضيني وما يزعلني. تدري ليه؟ انا علمك الاوله كل مالود ولد، وهذا شيء ما بوهان لي. والثانية يوم تقول إني فهيم، هذا شيء يتنومس بيه وما يوطي راسي. أشوفك ضيف وبيدك سيف. سيف الشهامة والحق ما له غمطة لعمرك، وسيفي حين أكون ببيتك أجرده من دونك وأضرب به لجلك. وعساني لا كنت ولا كانت عيشتي، أنت وخرت عن الصايح وما فلت الذيب الجايح. اسمع يا ابن الناس، أشوفك شجيع وفارس، واللي يسمعك هاقوتي يقول عنك انك ما تنسر الحق ولو كان عليك. وانا اريد اسالك ولا تجحد، ان كان الكذب ينجي ترى الصدق انجى. اسال اللي تريده طال عمرك، وابشر باللي جاوبك الصحيح. الفرد اللي على جنبك هو فردك ولا جاك هديه؟ الصحيح الفرد مو هو فردي، لكن ارخص بروحي هم نجله. وانا الصحيح خذيته من صاحبه ضافي. وش قلت يا ضيف؟ علي روحك يا تصحى من العمر. هذا ضافي يا ولد منك. ضافي ضافي ولد الشيخ مطلب يا طويل العمر. خل اذبحه يا طويل العمر. عاونكم يا جماعة الخير، عاونكم، خلنا نشوف الناس مع الضيف ونشوف ورع من العلوم. روح قاعد مشارك. امش تامر يا طويل العمر، اقعد مشارك، اقعد مشارك. ريح الضيف الرحمن. يا طويل العمر، أشوف قهوجيك لسه حرمت بيتك، ولسه بعد إن المتهوم بري لمنه هندان بالدليل القاطع. والواجب إنك تسمع سالفة ولد بنتك من أولها لتليها. هات سمعنا يا ضيف الرحمن. يا جماعة الخير، أنتوا ليه تفالون على الرجل؟ من قالكم إنه ضاف ذبح؟ وش دليلكم إنه أنا اللي ذبحته؟ الفرد اللي على جنبك. صحيح هذا فرد ضافي، لكن ضافي وين هو الحين؟ اي وين هو؟ تكلم، هذا اللي نريد نسمعه منك. ضافي بعربنا يا راعي الجود. الحمد لله الحمد لله. يعني هو عايش الحين؟ اي بالله عايش، وخشمه يشم الهوى. تراني بري من دمهم انا وغيث. هو الحين مريض بعربنا، طاح بالارض هو لا في يشرب. وحين صاحت الصايحه بشاير بنت رجوان، فزعنا عليه وخذيناه للبيت، وعسى الله يشفيه ويعافيه. انت من ديرة الشيخ رجوان، وش تجيله؟ انت ولده؟ أليلكم يا الربع نستوني حاجتي. انا يا جواد الله ادور على الحكيم عياد، ما حد ذكر لي اياه منكم وانت تذكر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشيخ رجوان يريده بالعجل. تطمن، مصابيح امس عياد ناهج يم ديرتكم وده يزور الشيخ رجوان. مير انت ما جاوبتني على سؤالي. الحين تطمنت وارتاح بالي، واقدر اعلمك باللي تريده. حنا يا راعي الجود نريد عياد لاجل يداوي ولد بنتك ضافي. وانا طال عمرك ما انا ولد رجوان، لكن هو رباني بعد موت ابوي وامي. الصحيح سالفتك ما هي داخله راسي، يجوز اصدق شيء منها، لكن لزوم امشي يم ديرتكم وتطمن بنفسي. لكن انا حذرك، ها ان حاولت تنهزم تراك تموت، وهذا اللي مريده. تطمن، عزام مو جبان وما ينهزم بعون الله. انت عزام؟ ايه انا عزام، ولد مريشد المريشد. تقول من مريشد المريشد؟ انت ولده؟ ايه بالله انا ولده. انت تعرفه؟ وكاد اعرفه، كان لي عنده دينه قديمه وسامحته بيها. جسار صبك اول الضيف حياه والله. يا عم ابشرك، اخوي عزام لفها ومعه ضيف. يلا حيه وحي ضيفه اللي معه. ابوي استقبله واستقبل الضيوف. ابشر يا عم. يا هلا باخوي عزام. حي الله. يا هلا بيك.
هلا السلام هلا عليكم. والله هلا هلا ابوي هلا. شلونك يا عمو؟ يلا حي يلا حي. شلون ضاف؟ عساه بخير. ابشرك بخير والحكيم عنده ابشرك. يا هلا. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام. شلونك الحكيم؟ عساك الله بخير. سلام. الله يسلمك. هلا هلا. ضافي اخوي شلونك؟ يا هلا يا هلا بعزام. الحمد لله على السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. قوك يا طويل العمر. الله يقويك يا عم. ضيفك راعي الجود الشيخ مطلب. مطلب يا هلا. هلا يا هلا. هلا بيك. يلا حيه. يا هلا وسهلا. انت شلونك؟ الله يبارك فيك. خطرنا بشوفتك. الله يحييك. هل يا هلا. حياك الله. يا هلا يا هلا يا هلا. تفضل. سلام فضلك. والله اني مشتاق لك يا اخوي يا ضافي. ضافي افديك بروحي يا ضافي، افديك بروحي ومالي وحلالي وكل مملكة يميني يا الغالي. ترى يا جدي هذا يكون عزام صديقي اخوي بعد. لا تواخرني يا ولدي يا عزام. هو وش اللي يصير الحين تعرف؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. العواف. يا هلا. الله يعافيك. حي الله شيخ مطلب. أبقاك الله. تتعرف من يكون ضافي يا عزام؟ لا بالله ما أعرف. ضافي هذا ولد بنت الشيخ مطلب وأبوهم مريشد المريشد. وش تقول؟ صافي صافي اخوي. اي بالله اي بالله اخوك من دمك ولحمك. ضافي اخوي. ضافي يا عزوتي يا اخوي يا ضافي. سامع سامع يا عم رجوان؟ سامع 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 يا جدي. وكل الله يا جدو. سامع ضاف اخوي سند ظهري. سامع يا الحكيم ما انت وحيد بالدنيا. ابد يا ولدي انت ما انت وحيد. ضافي يسندني وانا اسند بعون الله. ضاف اخوي يا عمه يا بشاير. خير يا ولدي. سامعه يا عمه؟ سامعه؟ ضافي ضافي ولد اخوك. انا اخوه. الروح ترخص لك يا اخوي يا ضافي. عزام يا عزام عندك يا اخوي. اليوم يومك يا اخوي. خلي فرحتي فيك تكمل. قول يا اخوي قول وش اطلبك؟ بشاير يا اخوي يا عزام. ترى هي اللي جمعتني بيك من بعد الله. كنت الفي على ديرتكم لاجل اشوفها. بشاير امحلاها يا اخوي ويزين عقلها. والله والله لو طلبت روحي غير اقدم لك اياها. تسلم تسلم روحك يا اخوي. ابشر يا اخوي يا ضافي ابشر يا ولد مريشد. اليني غير اجوزك اياها للراد الله. الله يبشرك بالسعد يا اخوي. اقول يا عم جايهك بالله ومحمد رسول الله. لا تكمل لا تكمل يا ولدي يا عزام. واللي في خاطرك انا عارفه. واشهدوا انتم يا الحاضرين ترى بنتي بشاير زوجه على سنه الله ورسوله الضافي. بشاير
مبروك يا خيه. الله يبارك فيك يا مليحه.